مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس يطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تي في. نبدأ نشرتنا الجوية بالصورة اللي اخترناها لكم لنهار اليوم، نحب بكم هذا الجبال، جبال الشوكولا بالضبط بالفلبين. إذا الوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدينا الكرام لنهار اليوم، أمطار راح تبقى في الموعد، منخفض جوي راح تبقى في الموعد، أمطار قليلة تتراوح من 2 حتى 10 مليمترات محليا على الجزائر العاصمة وضواحيها، تستمر أمطار نقولوا عليها غزيرة خاصة على الولايات الشرقية على قسنطينة تمثيل تؤم البواقي عند فلاس الطيف، هنا كمية الأمطار تروح من 10 حتى 30 مليمتر محليا، تبقى أجواء غائمة على الولايات الداخلية وأقصى الجنوب، نسجلوا أمطار إن شاء الله بعين قزام. درجة الحرارة مفصلة على العموم على أغلبية الولايات الساحلية الداخلية، ولاية الضباب العليا سجلوا 12 درجة على سطيف باتنا، خنشلة، أريس، عنازل، عين أنت، راس الواد، 14 درجة على الجلفة، 22 درجة مئوية على غردية، زلفانة، بريان، 21 درجة مئوية على ورقلة، توكورت، حاسي مسعود وحاسي بركين. حالة البحر إن شاء الله بحر مضطرب خاصة على السواحل الشرقية حتى العوانة دجل، قليل اضطراب على سواحل تنس تلس حتى السواحل الغربية، مع سرعة رياح تتراوح من 50 حتى 30 كيلومتر في الساعة واتجاهات رياح مختلفة. مشاهدينا نقولكم هنا لحقنا ختام موعد نشرتكم الجوية، نختموها موعدكم الفلكي لشروق وغروب الشمس. لمزيد من المعلومات زوروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تي في. بقاو على خير، تهلاو في